أعزائي طلبة الدراسة العام، أهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات برنامج مدرس على الهوى، مراجعة ليلة الامتحان في اللغة الإنجليزية للثانوية العامة. نتعرف على ضيوفنا اللي هيكونوا معنا في الحلقة النهاردة. الأول صباح الخير مستر، مساء الخير مستر نبيل. مساء النور مستر أحمد. مساء الخير مستر رمضان. مساء الخير مستر أحمد. مساء الخير مستر محمد. مساء الخير مستر أحمد. طبعا هنبدا اولى حلقات المراجعه، مراجعه ليله الامتحان بالنسبه لنا مع الاساتذه الافاضل اللي معانا في الاستوديو. وهنا اساتذتنا الافاضل مجمعين اهم الجمل اللي تشوز ذا كوريكت انسر على المنهج از هول. هنبدا نشوفهم كده مع بعض. نبدا مع مستر نبيل بكير ونستاذن المخرج الجميل يجيب لنا بيج نمبر 1. اتفضل مستر نبيل. اوكي، طبعا الاول بنقول مساء الخير لكل طلابنا الاعزاء، كل طلاب الثانويه العامه. انا عايز اقول لك بس كده دونوري، ما تقلقش ان شاء الله. الحاجه الثانيه بقول لك، احنا قلنا قبل كده rain before 7 fine before 11، يعني ان بعد العصر يسر. ما تقلقش، عايزك تركز معانا في الجمل دي النهارده. هنبدا بسؤال multiple choice، 30 جمله vocab وجرامر. طبعا بالنسبه عندك 14 واحده و14 واحده، فهيجي لك منهم اكيد واحده في الفوكاب جملتين منها، وواحده طبعا بالجرامر كده جملتين، ولتكن مثلا دايركت ودايركت. ناخد سؤال نمبر 1، بيقول هنا all the rise both the rise either the rise each the rise that you need in, you need it in the cupboard. انا هبص من اول جمله، من اول وهله كده انا ممكن اختارها بسهوله جدا جدا جدا. انت عندك both وايذر، لازم يبقى في تو جروبس، يعني تو سينجلز او تو بيرسونز، هستبعدهم خالص. هتفضل عندي each all. انت عارفين كلمه all بيجراها countable او uncountable noun. فالاجابه طبعا all the rise that you need it in the cupboard. دي نمبر 1. نمبر 2، مستر نبيل told me that he played had played had played would played basketball the day before. من اول وهله سؤال دايركت ودايركت، لازم يجيلك من ده، لازم يجيلك منه في الامتحان اصلا. عندك في الاخر ذا دي بيفور، يعني كانت يسترداي، يعني كان باست سيمبل هتبقى باست بيرفكت. يعني انا بحول باست سيمبل الى باست بيرفكت. طبعا هستبعد هاز بلايد وهستبعد ووز بلايد، هتفضل عندي بلايد وهاد بلاي، هي اصلا كان بلايد. يبقى انا مستر نبيل تولد مي ذات هي هاد بلايد باسكت بول ذا دي بيفور. كانت اصل الجمله مستر نبيل سيد واكواس اي بلايد باسكت بول يسترداي. نمبر 3، ده لازم برضه له منه اسئله في الامتحان، الدرس بتاع الفيوتشر يا جماعه. اتني كلوك تومورو الساعه 10 بكره. اتني كلوك تومورو يعني مده زمنيه مع تومورو، يعني حدث هيكون لسه في منتصفه، يعني حدث هيكون مستمر. يا ترى اي ترافل ولا اي ويل هاف ترافلد ولا اي جون تو ترافل ولا ويل بي ترافلينج اون ا ترين تو اسوان. وات ويل يو بي دوينج اتني كلوك تومورو؟ هتكون بتعمل ايه بكره الساعه 10 بالليل؟ قال حاسس هيكون مستمر. اتنكلك تومورو اي ويل بي ترافلينج اون ا ترين تو اسوان، هكون مسافر في القطر الاسواني، هكون لسه في القطر. لكن ويل هاف ترافل، يبقى كل حاجه اكتمل. جونت ترافل كانك مش هتنفع، مفيش قبلها لا ام ولا اس ولا ار. نمبر 4، there are two restaurants، في مطعمين باي ذا بارك، باي هنا بمعنى بيسايد، اند ذي ار ويل فيري جود ايذر فيري جود اتش فيري جود both very good. عندي اثنين two restaurants، يبقى عندي either وعندي both. بس هو بيقول لنا there are two restaurants by the park and they are both very good. ما both كلاهما كويس. Number 5، this is the hotel which I stayed what I stayed where I stayed when I stayed when I was young the place مكان. Sure الانسر تبقى where. طب ليه ما استلفاش which؟ عشان مفيش preposition، مفيش حرف جر. كانت ممكن this is the hotel in which I stayed او this is the hotel which I stayed in، مفيش حرف جر، خلاص الاجابه تبقى where. That's all. جميل مستر نبيل. هننتقل لمستر رمضان التركي ونشوف مع بعض بيج نمبر 2. يا ريت المخرج يجيب لنا الصفحه رقم 2. اتفضل مستر رمضان. بسم الله الرحمن الرحيم. الاول احنا بنطمن الطلبه ان شاء الله كده، ربنا يوفقكم بكره ان شاء الله كده، ونشوف ان شاء الله امتحان لذيذ وامتحان جميل كده كما نتوقع ان شاء الله. لن يخرج عن كتاب الورك بوك، فالناس تركز عليه كويس قوي، ونهتم بالجمل البسيطه، بلاش الجمل المعقده. نمبر 6، mother said that we could watch television after. after وراها سبيس يا جماعه، after without a subject، after من غير الفاعل، زي before من غير الفاعل، زي while من غير الفاعل، زي on من غير الفاعل، وراها gerund، وراها فيرب زائد ing. فانا بشوف after نقط، انا بدور على ing، يبقى الاختيار الصح بتاعنا هنا كده زي ما انتم شايفين قدامنا
letter C finishing. Number 7, this is space an exciting book that. وذات وراها جملة. أنا أول ما شفت ذات عيني بتقع على سو وعلى ساتش. سو ساتش، سو هي اللي بتاخد ذات وساتش. طب أنا عندي سو أدجكتيف ذات، سو صفة ذات. طب أنا عندي أن إكزايتنج بوك، ده أنا عندي اسم وموصوف، فإحنا دارسين إن ساتش وراها إيه وآن وصفة وموصوف، يبقى ساتش أن إكزايتنج بوك. أما تو طبعًا تو صفة تو، تو أدجكتيف تو بلس إنفينيتيف، وإناف أدجكتيف إناف تو بلس إنفينيتيف، يبقى الاختيار الصحيح بتاعنا ليتر إيه ساتش. نمبر 8، نوال اسكد مي وير. يا جماعه لو سمحتوا ده الدايركت والاندايركت في السؤال، وده من الحاجات اللي بتيجي دايما في الامتحانات، ومعانا اساتذتنا طبعا مشرفين وعارفين الكلام ده كويس. انا عندي اسكد زي بالظبط وانتد تو نو، زي وندر، زي كان يو تيل مي، وراها ادوات الاستفهام وير وات هاو الى اخره، وراها اف او وذر. اتعلم كده لو سمحت في الامتحان، اما تشوف اداه الاستفهام اكتب كده اس زائد في سبجكت زائد فيرب. يبقى انا بدور في الاختيارات تحت على الفعل ثم الفعل، يبقى انا هستبعد لتر سي وهستبعد لتر دي. يا ترى بقى اي هاد هاد ولا اي هاف هاد؟ طب انا عندي اسكت في الباست، يبقى انا اختار اي هاد هاد عشان عندي كمان في جمله كلمه بيفور، يبقى انا هنا لتر اي. نمبر 9، ذا تيتشر سجستد ذات. يا جماعه سجستد من غير ذات وراها فيرب زائد اي ان جي، سجستد من غير ذات وراها فيرب زائد اي ان جي. طب وراها ذات، يا اما وراها وي شود، يا اما وراها وي وبلس انفينيتيف، يبقى انا طبعا هختار في نمبر 9 وي دو. ذا تيتشر سجستد ذات وي دو. نمبر 10، ذا تيتشر تولد اس ذات كايرو. ذا تيتشر تولد اس ذات كايرو سبيس ذا كابيتال اوف ايجيبت. طبعا دي فاكت زي بالظبط جاست ناو، وزي بالظبط امومنت اجو، وزي بالظبط جاست. لو سمحت الزمن ما بيتغيرش، بنحافظ على الزمن زي ما هو. يبقى انا ذا تيتشر تولد اس ذات، يا ترى از ولا وير ولا هاز بين ولا وود بي؟ طبعا از. ذات سنوف مستر. جميل مستر رمضان. ننتقل لمستر محمد منصور ونشوف مع بعض المخرج يجيب لنا بيج نمبر 3. اتفضل مستر محمد. مساء الخير ولادي وبناتي طلاب الثانويه العامه، دفعه الابطال، الناس اللي استحملت كتير السنه دي واللي بتمتحن في ظروف استثنائيه. اتمنى من ربنا سبحانه وتعالى ان يوفقكم بكره، وان شاء الله هتطلعوا كلكم مرضيين من الامتحان. اهم حاجه التركيز. وبالنسبه لسؤال المالتيبل تشويس، الاختيار من المتعدد، لو سمحت ما تحلش الجمله من غير ما تترجم، لازم تترجم الجمله للاخر. الجمله نمبر 11، الجمله رقم 11، مايا وجاب لي سبيس ذا فروت كيرفولي بيفور شي بوت ات. طبعا واضح جدا ان انا عندي في الجمله كلمه بيفور، بيفور جاي بعدها باست سمبل ماضي بسيط، يبقى المفروض يجي قبلها باست بيرفكت ماضي تام. يبقى الاجابه هاد تشيكد ولا تشيكس ولا هاز تشيكد ولا تشيكينج؟ طبعا الاجابه هتكون هاد تشيكد. طب افرض ان انا في الامتحان ما لقيتش في السبيسز في الفراغات هاد تشيكد ماضي تام، يجوز ان تلاقي في السبيس باست سمبل ماضي بسيط، ويبقى بيفور باست سمبل باست سمبل، ويبقى هنا الحدثين مترتبين على بعض او مفيش فاصل زمني بينهم. يبقى الاجابه بتاعتي هاد تشيكد. Number 12. You can't talk to Mr. Ramadan. لا يمكنك أن تتحدث مع السيد رمضان. Because he not out. لأنه خرج. يا ترى went out ولا had gone out ولا has just gone ولا have gone. واضح جدا أن أنا بقول لك you can't talk. مش هتقدر تتكلم دلوقت. إذن أنا بتكلم على حدث تم في الماضي اللي هو خرج، وما زال له أثر حتى الآن أن أنت مش تقدر تتكلم معاه. إذن أنا هلجأ للpresent perfect للمضارع التام. عندي has just gone وعندي have gone. طبعا مستر رمضان مفرد، يبقى has just gone. has gone ذهب ولم يعد، خرج ولسه ما رجعش، لكن has been ذهب وعاد. نمبر 13، جمله مهمه جدا، my father not my father وجاب لي space 70 on his next birthday. واضح قوي ان في his next birthday ده مستقبل future، وبما اني بتكلم عن future facts حقائق مستقبليه زي الايج زي العمر والسن والحاجات دي كلها، يبقى الزمن اللي بستخدمه هو الفيوتشر سمبل المستقبل البسيط، يبقى الاجابه will be. my grandfather will be سيكون عنده 70 سنه ان شاء الله في عيد ميلاده اللي جاي. Number 14. We space studying this book by the end of this year. بنهاية هذا العام. نأكد قوي يا جماعة by قاعدة مهمة جدا. لو جاء بعدها فترة سابقة by yesterday by last week by 2005 أجيب معها past perfect ماضي تام. لكن by لو جاي بعدها future مستقبل استخدم على طول future perfect مستقبل تام اللي بيتكون من will have plus ال BB. يبقى الإجابة بتاعتي will have finished. يبقى إجابتي بليتر C. Number 15. Don't be late. ما تتأخرش. The bus A exactly at 10 o'clock. واضح ان انا بتكلم على تايم تيبل، عن سكيدجولز، عن جداول المواعيد، مواعيد الافلام والسينمات والطائرات والمسرحيات والامور دي كلها بستخدم فيها البريزنت سمبل المضارع البسيط، يبقى don't be late the bus leaves الفيرب بلس اس. جميل مستر محمد، احسنت. هننتقل لمستر نبيل بكير ونشوف مع بعض بيج نمبر 4. اتفضل مستر نبيل.
بنكمل يا جماعه المالتيبل تشويز من اهم الجمل، جمل ورك بوك، ما حدش ينسى الكلام ده. ان شاء الله الامتحان يجي خالي من الترابس، الفخ يعني والحاجات دي. وين وي سو نمبر 16، وين وي سو ذا هوتل، لما شفنا الفندق من اول ما تشوف كلمه وين يا جماعه، وين دي يعني بتتلون بجميع الالوان، بس بتتكلم على المينينج على فكره. وين وي سو ذا هوتل، لما شفنا الفندق، وي وير نوينج ولا هاد نون ولا هاف نون ولا نيو ذات ات واز ا جريت بليس فور ا هوليداي. فين فيرست اكشن، فين سكند اكشن، في طلب ممكن خدع، ده باص مختار باص بيرفكت، اختار لي هاد نون. طب هو عرف الاول ولا شاف الاول؟ لا، هو وين وي سو ذا هوتل وي نيو ذات ات واز A great place for a holiday. يعني احنا شفنا الفندق الاول وبعد كده عرفنا انه مكان عظيم، عشان كده لازم تفهم المعنى ده. زي مستر محمد قال، ترجم الجمله صح، لكن لو طالب حافظ قاعده هيغلط فيها. يبقى الاجابه وينيو نمبر 17. احمد هاز جان، احمد هاز بن، احمد هاز جان تو، احمد هاز بن تو لندن، هي از جوين تو ريتيرن تو كايو نيكست ويك. من الحاجات المهمه جدا جدا بتاع امتحانات الفرق بين هاز جان تو وهاز بين تو. هاز بين تو وانت زير اند كيم باك، هاز بين تو هي از نوت زير هي از هير، هاز جان تو وانت زير اند هي ستيل زير، راح هناك وما زال هناك، او هي از اون هيز واي زير، هو في الطريق لو هناك. هو الراجل بيقول هنا هي از جوينت تو ريتيرن تو كايرو نيكست ويك، ده هيرجع القاهره لسه الاسبوع الجاي. يعني هو هير ولا زير؟ يعني هو زير. يبقى الاجابه أحمد has gone to. Number 18. There was a fire in the toy shop. كان في حريق في محل اللعب. And both toy, all toy, every toy, half toy was damaged. من غير ما أفكر. كلمة half محتاجة toys. كلمة all محتاجة toys. كلمة both محتاجة toys. حتى لو أنت الطالب يعني سوري في اللفظ يعني هتختار every. يبقى there was a fire in the toy shop and every toy was damaged. حتى لو في all يبقى all toys were damaged. يبقى الإجابة طبعا every. فأنت ممكن تحل بسهولة جدا لو ركزت وعملت ريموفر للحاجات اللي مالهاش لازمة. نمبر 19 من الدروس اللي هي ده لازم يجي منها 1000% active positive passive positive. أهو وبكرة الامتحان لازم يجي منه. لا usually twice a year مرتين في السنة. has her teeth checked, checks her teeth, has checked her teeth, get her teeth checked. ده passive positive ولا active؟ ده passive positive. ايه الpassive positive ده؟ ان انا سواء بستعمل verb to have او استعمل verb to get، الاوبجكت هيكون غير عاقل، يبقى بعديها البي بي اللي هو تصريف ذات الفعل. فهنا بقول usually بتعبر عن present perfect. Present simple. لا يجوالي هاز هير تيث تشيكد، طبعا هستبعد تشيكس هير تيث لان مش هتفحص سنانها بنفسها، ولا هاز تشيكد هير تيث فحص سنانها بنفسها. هتفضل عندي هاز هير تيث تشيكد وجيت هير تيث تشيكد. يجي الطالب يتخدع فيها ويقول لي ليه مستر ما تدفعش جيت؟ ما خدش باله ان ليلى مفرد، المفروض ليلى يجوالي جيتس كانت تبقى صح 100%، مش موجوده. خلاص الاجابه ليلى يجوالي هاز هير تيث تشيكد. سؤال جاي 100%. نمبر 20 ده جاي 100% برضه، مش نفس السؤال يعني، ممكن نفس السؤال يجيب تشانس. قصدي الدرس بتاع السوزات ساتش ذات تو تو انف تو، ده لازم له بصمات. ماي سيستر از سو اولد، ماي سيستر از تو اولد، ماي سيستر ازنت اولد انف، ماي سيستر ساتش اولد تو جو تو سكول شي از اونلي تو. دي لازم تركز في المعنى والا هتقع فيها. انا عارف ان الطالب اول ما يلاقي تو في الجمله الثانيه يقول لي خد لي تو، يقول لي ماي سيستر از تو اولد تو جو تو سكول. ازاي هقول ماي سيستر از تو اولد تو جو تو سكول؟ اختي كبيره جدا لدرجه انها ما تروحش المدرسه، ده عندها سنتين. ايش خيال؟ لا، ماي سيستر از انت اولد انف تو جو تو سكول شي از اونلي تو، يعني هي مش كبيره كفايه لدرجه انها تروح المدرسه، ده هي عندها سنتين. فما تخدعش في تو تختار لي تو. ركز في المينينج، انا بس بقوله. جميل جميل مستر نبيل، احسنت. ننتقل لمستر رمضان التركي ونشوف مع بعض بيج نمبر 5. اتفضل مستر رمضان. الجملة نمبر 21 بتقول our school is space kilometer from my house. أنا عندي half و half of. half و half of احنا قلنا لو وراها accountable بيبقى وراها plural verb، يبقى half of مثلا half of the boys بتاخد r، و half of مع ال uncountable وراها singular verb فعل ايه في المفرد. احنا عارفين ان في حاجة اسمها half a، half a دي بيبقى وراها وحدات القياس كلها، a kilometer a meter الى اخره. فطبعا عندي اختيارات half of
ولا هاف ا ولا هاف اوف ا ولا هاف اس، يبقى طبعا هاف ا كيلومتر لتر بي. نمبر 22 اي كودنت ديسايد سبيس تو وير تو ذا ويدنج بارتي ويتش وات ذات هو. انا هستبعد هو لان احنا عارفين ان هو بتاع الانسان، يعني احمد هو، هو از ده بالنسبه للريليتيف كلوزز، يبقى انا عندي هو كده مستبعده. طيب وهستبعد ويتش، ويتش بتتكلم عن الاشياء، ذات ذا بوك ويتش، يبقى انا عندي ويتش بتاع الاشياء وهو بتاع الانسان استبعدتهم، وذات خليط بينهم هما الاثنين في غيابهم، يبقى ذات كمان استبعدت. فانا عندي فيرب ديسايدد المعنى زي ما قال محمد مستر محمد بالظبط، اي كود انسايد وات وير، انا هلبس ايه بالظبط، ما سارتدي، يبقى ليتر بي. اي ريجريت، نركز بقى على ريجريت مع بعض شويه. احنا عندنا ريجريت بتاخد طول انفينيتيف وبتاخد فيرب بلس اي ان جي. طب ريجريت بالاي ان جي معناها يندم على حاجه عملها، ريجريت بالاي ان جي يندم على حاجه عملها في الماضي. طب ريجريت بطول مصدر بيعتذر لواحد على حاجه هيقولها، يبقى انا ريجريت مع طول انفينيتيف انا بتكلم عن انسان، بعتذر لواحد، بعتذر لشخص. طب نقرا الجمله بقى كويس. اي ريجريت ذات بوك ات از نوت فيري جود. هل اقول انا بعتذر للكتاب لانه مش كويس، ولا بعتذر ولا ندمان اني اشتريته؟ يبقى هنا طبعا buying that book. 24 we had to stand on the bus because no seat was taken. seat was taken زي ما قال مستر نبيل بالظبط، قول لو صح all seats. طب ولو both seats، ولو either seats، يبقى انا عندي all seats both seats either seats، ما عنديش غير مين every عشان وراها singular، يبقى every seat was taken letter D. هل اسكد علا، وانا قلت لو سمحت ما تلاقي اسكد want to know can you tell me subject والverb، أداة الاستفهام سبجكت فيرب، يبقى هاشتوب وات ويل شي دو، وات شي دو، ولا وات شي وود دو، ولا وات شي ويل دو. طبعا الليتر سي وات شي وود دو 25 وات شي وود دو. تمام، احسنت مستر رمضان التركي. هننتقل لمستر محمد منصور ونشوف مع بعض بيج نمبر 6. طبعا الجمله نمبر 26 رقم 26. كريم ادميتد وجاب لي سبيس ذا بليت اند سيد هي واز سوري. كريم اعترف نقط the plate and said he was sorry. كريم اعترف ان هو ايه الطبق وقال ان هو كان اسف. كلنا عارفين ان اليونت اللي فيه الفيربس الافعال اللي بيجي بعدها 2 plus infinitive او بيجي بعدها جيراند ده مهم جدا جدا. المهم جدا عندي فيرب اللي هو admit بيجي بعدها ing، عندك finish بيجي بعدها ing، عندك object مهمة جدا بيجي بعدها 2 plus ing. فكريم هنا admitted اعترف ب breaking the plate بكسره للطبق. اذا اليونت ده تحديدا محتاج ان الطالب يكون حافظ الافعال دي كويس جدا جدا جدا. نمبر 27 شيماء ستوبد، شيماء توقفت اي تشيلدرنز بوكس كتب الاطفال وين شي وينت تو سكندري سكول عندما ذهبت الى المدرسه الثانويه. تمام، فبقول شيماء توقفت عن قراءه كتب الاطفال عندما ذهبت الى المدرسه الثانويه. طبعا ستوب ممكن تو المصدر يتوقف لكي يفعل شيء عشان يعمل حاجه، لكن ستوب بلس جيراند معناها يتوقف عن فعل الشيء نهائي اللي هي بتساوي جيف اب. فهنا شيماء توقفت عن قراءة قصص الأطفال لأنها كبرت دلوقتي خلاص دخلت مدرسة ثانوية، فالإجابة بتاعتي تبقى reading. Number 28 When the police arrived at the bank، عندما رجال الشرطة وصلوا البنك they realized that أدركوا أن the money وجاب لي space. جملة مهمة جدا ومتوقعة في امتحانات ثانوية عامة لأنها بتيجي كتير قوي. دايما الباست بيرفكت الماضي التام، الماضي التام بيعبر عن كم حدث، دايما يعبر عن sequence of actions سلسلة من الأحداث. One of them preceded the others، واحد من الأحداث دي سبق الآخرين. دايما the first action الحدث الأول هو اللي بيبقى ماضي تام. غالبا أنت مش هتشوف الماضي التام في جملة واحدة، دايما هتشوف الماضي التام في جملتين أو أكتر، ممكن يجي في جملة واحدة لو بدأ باي وشيء ماضي. فأنا هنا بقول when the police arrived، لما رجال الشرطة وصلوا أدركوا أن الفلوس ها أخذت ولا أخذت؟ أخذت. طب مين اللي حصل الأول؟ رجال الشرطة وصلوا ولا اكتشفوا ولا أن الفلوس أخذت؟ طبعا النقود تم سرقتها قبل ما يوصلوا، اذا الاجابه هتكون had been taken. ده الحدث الاول وباسيف مبني للمجهول، واول ما تسمع كلمه باسيف اسمع جزء من فيرب تو بي وتصريف ثالث، ممكن بي ممكن بينج ممكن بين، واول ما تسمع تام بين مستمر بينج. نروح مع بعض نمبر 28 29. yesterday امبارح we our roof repaired after the storm. طبعا زي ما استاذنا نبيل مستر نبيل قال ان الكوزيتيف السببيه الدرس بتاع يونت 9 مهم جدا وبيجي في الامتحان. كل اللي عليك انك تعمله انك تحدد زمن الجمله الاول وتشوف امبارح احنا السقف بتاع البيت بتاعنا هو اللي صلح ولا هو اللي اتصلح؟ اذا اتصلح، اذا دي سببيه ومبنيه للمجهول. اذا انت محتاج يا فيرب تو هاف يا فيرب تو جيت. هو ريحك وما جابش الاثنين، فانت هتشتغل على اي واحده من هاف اللي قدامك. طب الجمله زمنها ايه؟
يسترداي ماضي، مين في دول ماضي؟ letter D يبقى had to have. number 30 not جاب لي space وقال لي of my parents are at home today because they are at work. اول ما تشوف الجمله دي على طول الناس عارفه ان اول ما بشوف my parents والديا عارفين ان هو مثنى، فبيفكر على طول في كلمه مين؟ both. لكن لو سمعت كلامي وترجمت الجمله للاخر هتعرف ان المعنى متناقض خالص. كل من والديا بيكونوا في البيت النهارده لانهم في الشغل ولا واحد منهم؟ ولا واحد منهم. يبقى الاجابه بتاعتي هتكون neither او neither اللي هي بليتر A عشان تديني معنى النفي في الجمله، ودي كانت اخر جمله في المالتيبل تشويس النهارده. احسنت يا مستر محمد، ودي كانت تعتبر اهم الجمل اللي تشوز ذا كوريكت انسر المدرسين الافاضل مجمعينها. هننتقل لنوعيه ثانيه اللي هي الاسئله العامه. بس ثانيه بس اتفضل مستر. بالنسبه للجمله دي يا جماعه عشان في طلبه اتلخبط شويه مع مستر محمد، neither of my parents are at home، فالطالب بيتعود على neither of my parents بتاخد از، لا هي تاخد التين، ممكن از او ممكن ار، بستعمل ار في الانفورمال لانجوج في اللغه الغير رسميه، لكن از او ار بص في زم ار كوريكت. فالامتحان لو جالي اختيارات مش هجيب الاثنين مع بعض. احسنت يا استاذ نويل. هننتقل لنوعيه ثانيه من الاسئله، وهي الاسئله اللي هي العامه في الامتحان اللي هي زي الديالوج الكومبريهنشن الباراجراف ترانسليشن. وهنشوف كده مع مستر رمضان التركي هيدينا بعض اللمسات السريعه عن التعامل مع الاسئله دي. اتفضل يا استاذ رمضان. بسم الله الرحمن الرحيم. ريت المخرج يجيب لنا الصفحه رقم واحد الاول. طبعا احنا بنقول للطلبه طبعا ان شاء الله برضه المره الثانيه ما تقلقش، دي بقى الاسئله اللي بتجيب درجات، الحاجات اللي بتجيب درجات كتير جدا، يعني لو الطالب بيركز كويس جدا في الحاجات دي احنا بيجيب درجات كويسه قوي قوي وبيعلى قوي في اللغه الانجليزيه. يعني انا عندنا مثلا الدايلوج ده سؤال من اسئله الامتحان بيجي بعد قطعه الكومبريهنشن على طول، بيجي بعد النوفل على طول في اسئله الرايتنج. احنا الدايلوج طبعا ست نقط. الست نقط دول اعتقد لو الطالب قرا كويس هيجيبهم كويس. اقرا معايا بقى كده بسرعه. انا كاتب كده على الطالب قراءه المحادثه بالكامل، هنقرا المحادثه كلها ونفهم موضوعها ونحدد كلمات الاستفهام اللي انا هستخدمها، يبقى لازم ابقى عارف كلمات الاستفهام واعرف الزمن بتاعي. انا عندي كلمات الاستفهام عندي هو، على سبيل المثال هو دي بتتكلم عن ايه؟ بتسال عن العاقل، بسال عن احمد، عن منى، عن علي، فبسال بو. عندي واتس بتسال عن الغير عاقل، عندي وير بتسال عن المكان لو انا بسال واحد عن مكان، وعندي وين بتسال عن الزمن، وعنده واي بتسال عن السبب والجمله هيبقى فيها بيكوز او تو الى اخره، وعندي هاو بتسال عن وسيله للمواصلات وبتسال عن الكيفيه، هاو فار لكام البعد، هاو لونج دي من الكلمات المشهوره جدا في الامتحانات، هاو لونج لو جمله فيها سينس او فور بتسال عن المده الزمنيه، هاو اوفن بتسال عن عدد المرات والجمله بيبقى فيها وانس او توايس، هاو ميني بتاع العدد وهو ماتش بتاع الثمن وهو ماتش بتاع الكميه كمان، وهاو طول كام لطول الانسان والاشجار، وهاو اولد كام لعمر الانسان. الطالب النهارده لو عرف كلمات الاستفهام هيبدا يمشي خطوه خطوه. انا عارف كلمات الاستفهام هبدا اعمل ايه؟ انا عايز دلوقتي اسال سؤال باداه استفهام. طب انا عارف كلمات الاستفهام وعارف معانيها، هعمل الاول الانفيرجن، اعمل الكروس اللي هو الانفيرجن بالفعل المساعد، وبعدين احط اداه استفهام حسب ما انا عايز. عندي مثال مثلا I have been to London since 1995. I have been to London since 1995. انا هعمل الاول الكروس have you been to London since 1995، وبعد ما خلص الكروس بحط اداه الاستفهام. انا هسال على سنس، يبقى هاو لونج هاف يو بين تو لندن، هاو لونج هاف يو بين تو لندن، الاجابه اي هاف بين تو لندن سينس 1995. مثال ثاني مثلا الكوستس 500 باوندز، هي كلفتني 500 جنيه. انا اول ما شفت كوستس وعايز اعمل فعل مساعد يبقى انا هستخدم مين؟ داز. داز ات كوست، وبكمل بجمله عاديه خالص وبحط اداه الاستفهام فبسال بهاو ماتش، هاو ماتش داز ات كوست. دي بقى امثله بسيطه جدا توصل الطالب ازاي يعمل سؤال. في بيج نمبر 2 ازاي نعمل سؤال بفعل مساعد لو انا عندي اجابه في يس ونو. الناس طبعا بتقول طب ودي الحاجات دي بتيجي؟ بتيجي، ممكن يجي منها سؤال وسهل قوي وبسيط قوي. اما بلاقي يس او نو انا بعمل ايه؟ باجي شاطبها بسرعه جدا، بشطب يس او نو او نوت. ممكن الاقي مكانيس، الاقي ويل، الاقي رايت، الاقي سيرتلي، الاقي شور، الاقي يس، الاقي اوكي، الاقي نوز اد نوت. كل دول انا بحذفهم الاول، انا هنا ما بتعبش في حاجه، ما بعملش اي حاجه، بشطبهم واعمل الكروس او الانفيرجن بتاعي بالفعل المساعد. والله ما لقيتش فعل مساعد، انا بستخدم دو وداز وايه وديد. هناخد مثال بسيط جدا. انا هفترض جمله بتقول مثلا يس اي هاف جوت ا كاسيت ريكوردر، يس اي هاف جوت ا كاسيت ريكوردر، هشطب يس اعمل بقى الكروس بتاعك هاف يو جوت ا كاسيت ريكوردر. هفترض جمله بتقول مثلا يس اي بلاي ذا فوتبول ماتش، اعمل كروس ديد يو بلاي ا فوتبول ماتش. واحد قال لي طيب وانا بعمل اداه استفهام او بعمل سؤال انا مش عارف اجيب اداه الاستفهام واقفه في الامتحان، انا جمله قدامي مثلا زي المثال اللي قدامي كده شي از ويل ايديوكيتد،
طب انا مش عارف احط مثلا هاو اباوت هير اديوكيشن، مش عارف اعكس معنى اديوكيتد، اجيب عكس المعنى. قال لي بسيط قوي، انت هتعمل كروس عادي خالص ايش ويل اديوكيتد وتكتب في اخر الجمله اور نوت، هي متعلمه كويس ولا لا. كانت جت في امتحان ثانوي عامه قبل كده كانت ايه، نو ات ازنت سيريس، وطالبه مش عارف سيريس جاد ولا خطير، والسؤال عليها ازاي هاجي عامل كده، از ات سيريس، نو ات ازنت سيريس، او ممكن اقول يس ات سيريس حسب المعنى بتاعي. طيب تاني حاجه ازاي اجاوب سؤال، طبعا انا بتكلم يا جماعه لو سمحتوا الشرح بتاع ده في الدايلوج ده الاسئله المنطقيه، المحادثه العاديه والتقليديه عشان بس الناس تبقى فاهمه، المحادثه التقليديه جدا. انا النهارده بجاوب على سؤال، طيب انا عندي سؤال بادئ مثلا بدو او بدز او بديد او بهاف او بهاز او بهاد او ويل او شال او كان او كود او وز الى اخره، لو سمحت كل اللي هتعمله هتجاوب يا بيس يا بنو وبتعمل الكروس كالعادي. مثال برضو مثلا كده، انا واحد بيقول لي مثلا مثلا داز احمد جو تو سكول، هقول يس هي داز، او يس هي جوز تو سكول، از ات سيريس، هقول يس اتس سيريس، نو ات از نوت سيريس، حسب ما انا عايز. والله لو سؤال باداه استفهام انا هجاوب بمعناها تماما. واحد بيقول لي وير ديد يو جو يسترداي، اي ونت تو كايرو، اي ونت تو الكسندريا، طبعا اساتذتنا معانا دي المحادثه العاديه لو حد عايز يعني. بعد اذنك يا مستر رمضان انا كنت محتاج بس اضيف حاجه بسيطه كده في الدايلوج، ممكن هو يعمل معاك تو تريكس كده في الدايلوج، ممكن تلاقي الاجابه ماي كار كوست 500000 باوندز، العربيه بتاعتي بتكلف 500000 جنيه. المفروض انا هسال سؤال هاو ماتش ديد يور كار كوست، لقيت في الاخر مفيش كويستشن مارك، لقيت في الاخر حاطط فول ستوب، انت عايز تسال سؤال ومفيش في الاخر كويستشن مارك، هتعمل ايه؟ حوله لسؤال خبري عادي خالص، ابدا كلامك باي وونت تو نو، انا اريد ان اعرف هاو ماتش يور كار كوست، هجيب فاعل وبعدين فعل اور اي وندر او اي وندر زيها. اللقطه اللي بعد كده ممكن تلاقي في اخر الجمله جايب لك كوما وبعد كده كويستشن مارك، دي مهمه جدا جدا، اذا هو عايز كويستشن تاج سؤال مزايل، ده مهم قوي. حضرتك بتعمل ايه؟ بتجيب الجمله الاولانيه خبريه عادي خالص وتشوف لو الجمله مثبته بتخليها انت منفيه، لو هي منفيه بتخليها مثبته. مثال علي لايكس فيش، علي بيحب السمك وانا عايز اسال علي، هقول علي لايكس فيش doesn't he، وهتلاقي لو انا كاتب doesn't he هتلاقي الاجابه عليها تحت بيس، لو انت كاتب does he هتلاقي الاجابه تحت بنو. تمام تمام، اضافه جميله طبعا واضافه مفيده. اتفضل يا استاذ. انا بحول طبعا الجمله الخبريه من سؤال لجمله خبريه زي الدايركت والاندايركت بالظبط، اي وندر او اي وونت نو، احول الجمله عاديه خالص زي ما قال مستر محمد. تمام، اضافه جميله. نيجي لقطعه الكومبتنشن يا اولاد، طبعا دي اكبر سؤال في الامتحان، دي بتاخد 10 درجات بالظبط. مكتوب قدامك تعليمات ارجو من سيادتك تقراها كده معايا بعنايه، انا كاتب للطالب قرايه، هنقرا الاسئله هنفهم موضوعها ونفهم معاني كلمات الاستفهام بنفس زي السؤال بالظبط. يا جماعه خلي بالكم قرايه الاسئله مهمه جدا، قرايه الاسئله مهمه جدا لان دي هي بالظبط اللي بتحطني قدام ازاي احل قطعه الكومبريهنشن. وانت بتقرا الاسئله لو سمحت انت بتحدد الاحداث المهمه بتاعتها، بتحط خط على التواريخ اللي فيها، بتحط خط على الاماكن، بتحط خط على الاسماء، بتحط خط على الكلمات الجديده والغريبه. احيانا بيجي لي سؤال بيقول لي فايند ذا ويردز، استخرج الكلمات اللي معناها كذا وكذا، غالبا بيبقى قاصد الكلمه اللي انت اول مره تشوفها، الكلمه الغريبه والجديده. جميل قوي، خلاص قريت. في اسئله مقال، انا عندي اسئله مقال لو سمحت الاجابه بتاعتها من القطع، بس خليك منسق. يعني النهارده ما اقول لي مثلا منشن اذكر مثلا اسباب التلوث، بلاش تاخدها كده خط واحد، ما تكتب واحد اثنين ثلاثه اسباب التلوث، نمبر 1 نمبر 2 نمبر 3، خليك منسق عشان تخلي المصحح يتعاطف معاك، حتى لو عنده غلطه يعديها لك. عندي سؤال مثلا شو وضح، انقل من القطعه، عندي مثلا اكسبلين اشرح، بنقل من القطعه بس بتنسيق وبخط كويس. ديسكاس هاو فار اكوردنج تو، دي الاسئله اللي انا بنقلها من القصه من القطع، سوري من القطع. عندي سؤال مثلا زي نمبر 2 جيف ا سيوتابل تايتل تو ذا باسج، ضع عنوان مناسب للقطعه. طب ما تعرف القطعه بتتكلم عن ايه، واحنا قايلين يا جماعه لو سمحتوا افهم القطعه بتتكلم عن ايه. طب القطعه بتتكلم عن التلوث، اكتب التلوث. طب اسباب التلوث، اكتب اسباب التلوث. بتتكلم عن الزياده السكانيه، اكتب الزياده السكانيه. بتتكلم عن مثلا كيف نحافظ على مياه النيل، وده من الموضوعات المتوقعه السنه دي، يعني كيف نحافظ على مياه النيل، ازاي نحافظ على كل قطره ميه، قطره مياه تساوي حياه. طيب انا النهارده هكتب كيف نحافظ على مياه النيل، افترض ان القطعه بتتكلم عن مثلا استخدام الحيوانات في التجارب، اكتب العنوان، وغالبا العنوان ده بيجي منين؟ من الاسئله، غالبا الاسئله بتغطي العنوان كويس جدا. اخر حاجه اما يقول لي وات داز اندرلاين وورد ريفير تو، الكلمه اللي عليها خط، احيانا بيبقى ضمير زي ات مثلا. طب انا عندي ات بحط وراها خط كده، انا قفلت الجمله وبمشي قدامها، انا عايز، طب ايه ده عايز ايه؟ انا عايز اسم غير عاقل، عايز اسم مفرد غير عاقل، زي بالظبط ذات وزي وان وزي ذس، يبقى انا عندي وان وذات وذس
وإيه اسم مفرد غير عاقل، بدور على اسم مفرد غير عاقل، بشطب الافعال، بشطب الضمائر، بشطب حروف الجر، بفضل اشطب في الجمله كده بطريقه بسيطه، بلاقي قدامي في الجمله اسم يا اسمين، انا بحدد انا واحد في المعنى وبختاره. القطعه يا اولاد 10 درجات مضمونه، واساتذتنا برضه لو عايزين يضيفوا اي اضافه يتفضلوا. شكرا. لو في اي حد له تعقيب تمام. بس هو بس بقول بس ان الطالب فعلا زي ما مستر رمضان قال يقرا الاسئله الاول، ما اقراش القطعه الاول خالص، انا بقرا الاسئله الاول كده كيرفولي بعنايه كده واحده واحده عشان اكون فكره عامه الموضوع ايه، وعشان لما اجرب القطعه يبقى انا عيني خيالي مريت الاسئله تقدر تجيب لي الاجابه بسهوله جدا، فلازم اقرا الاسئله قبل ما اقرا القطعه. جميل. ولو سالك عن صغير ماشي خلي قطعه كومبرينشن اخر باراجراف اخر اسئله او الايميل اخر حاجه في اخر حاجه يتحلوا عشان ما تضيعش وقت، اوعى تنسى 10 درجات و7 17 درجه بس لو بقت فيهم هتوه، لا انا خليهم اخر حاجه بس ما نساهمش بالذات، خلي الباراجراف اخر حاجه، احل الكومبرينشن وبعد كده الباراجراف. اتفضل يا مستر. وما تقلقش لو هو سالك عن كلمه والكلمه دي انت مش عارفها قبل كده، طبعا انت المطلوب ان القطعه تكون بالنسبه لك انسين، انت مش شفتهاش قبل كده، ممكن يجي لك كلمه انت ما خدتهاش قبل كده، ما تقلقش. لو هو هيسال عن معناها لازم هيكون شارحها يا قبلها يا بعدها، اقرا السطر اللي قبلها بعنايه قوي وحاول تعمل جيسنج وحط حل واثنين وثلاثه، طالما السؤال مش مالتيبل تشويس مش اختيار من متعدد اعمل اجابه واثنين وثلاثه وان شاء الله تبقى الاجابه بتاعتك صح فيهم يعني. تمام. السؤال اللي بعد كده ازاي نكتب موضوع تعبير اللي هو الباراجراف اللي الناس بتخاف منه ومرعوبه منه وعامله مشكله برضه، هاو تو رايت باراجراف. طبعا احنا بنتكلم في 7 درجات، لو سمحت برضه انت عندك 2 باراجرافز بتختار منهم واحد، ودي فرصة كويسة جدا أحسن من الأول، هو بيديك اختيارات، أنت شوف الموضوع اللي أنت تعرف تتكلم عنه، بلاش الموضوع السلبي وبلاش الموضوع الإيجابي، أرجوكم بلاش السلبي والإيجابي، بلاش الموضوع المقدمة اللي مش عارف كم سطر والمؤخرة اللي كم سطر والحشو اللي جوه الموضوع عشان آخد درجتين أو آخد درجة. لو سمحت يعني مش عايز أقول لك في التصحيح، إحنا في التصحيح يعني لا نتعاطف مع هذه الموضوعات أبدا، بالعكس إحنا بنبقى قاسيين جدا عليها. انا لو عندي طالب بيكتب باسلوبه جمله بسيطه جدا، جمله عاديه خالص، فاعل وفعل ومفعول وتكمل الجمله وحاطط وراها فلوسطب، انا بديله على نص درجه. طب لو عمل 4 جمل بدي عليه درجتين، طب لو عمل 6 بديله 3 درجات، لو عمل 8 جمل بديله 4 درجات، وهكذا. انا بعدله كل جمله بنص، كل جمله بنص، كل جمله العداد شغال. عن الطالب اللي جاي يضحك عليه اقول له مما لا شك فيه ان هذا الموضوع وهذا السلبي وهذا الايجابي وهذا اللي مش عارف ايه، انا اوتوماتيك انا لا اتعاطف معه، بس انت مستر نبيل معايا في الموضوع ده هنكمل قرايه يعني مستر محمد طبعا هكمل قرايه ليه ان شاء الله. في طبعا بينقل له كتاب كومبرينشن وكتابه لك ده باراجراف، المستر ما بيقراهوش ما بيقراش اصلا، بينقل له كومبرينشن عمله باراجراف ولا المستر مش هيقراه حتى يعني حتى مش في مش في عداله حتى مش في عداله في التصحيح يعني الواحد مثلا بيكتب الكومبرينشن وانا ادي له درجه نهائيه بس انا ما يمنعش انه فعلا ممكن يستغل بعض الجمل العامه تمام جنرال ويبدا يحطها في وسط الموضوع بهدوء. محمد انا فاكر في سنه من السنين كان بيتكلم قال له مكان رحت عمرك ما نسيته، كان قطعه الكومبرينشن بتتكلم على اسكندريه، اسكندريه وازاي مزارات اسكندريه كانت في 96 امتحان 96 ده خلاص طبعا ده الطالب الذكي كان راح واخد دي حطها في دي كده وخد الدرجه الايه النهائيه. فاحنا بنقول للطالب يعني انا كاتبين شويه تعليمات، انا بكون فكره عن الموضوع في دماغي وعندي مسوده في الاخر خالص بكتب افكاري ان شاء الله اكتبها بالعربي ان شاء الله، يعني مثلا انا بتكلم عن الميه مثلا يا سيدي جاوب الاسئله اللي كاتبها انا تحت دي واتس ووتر، ايه اهميه الميه، اكتب الميه، الميه مهمه في الحياه، مهمه في الشرب، مهمه في الاكل، مهمه في الطبيخ، مهمه في كذا، جمل بسيطه جدا مش هتكتب حاجه صعبه، مش بقولكش مثلا اكتب لي كلمه صعبه قد كده عشان اديك 6 من 6 او اديك 7 من 7 او اديك حتى 1 من 1 مش هديك حاجه، انت اكتب لي جمله انا افهمها، ايه هي الميه؟ عرفها. بعد ما تعرف الميه هاو ازاي بنستفيد منها؟ بنستفيد منها في الاكل، في الشرب، في الطبيخ، في الغسيل، في الاستحمام، طب النظافه بتاعتها معايا كده؟ طب مصادر الميه بنجيبها منين؟ عندي مثلا نهر النيل، ازاي انا احافظ على نهر النيل؟ ازاي انا احافظ على نقائه؟ ازاي ما لوثوش؟ زي ما بكتب بالعربي يعني. زي ما بكتب بالعربي، انا هنا هكتب الافكار واجاوب الاسئله اللي تحت، لو انا جاوبت الاسئله اللي تحت دي بالظبط جاوبتها على كل سؤال كتبت سطرين واتس سطرين هاو سطرين وير سطر وين سطر ليه سطر المميزات والعيوب لو في مميزات وعيوب ازاي بنستفيد من الحاجات دي وفي الاخر قلت رايي الشخصي رايي الشخصي انا لازم نحافظ لازم نعمل يعني مثلا على سبيل المثال مثلا موضوعات الاقتصاد وازاي نطور الاقتصاد ازاي ننمي الحاجات المتوقعه دي وبلاش نظام يا جماعه بلاش تاخد الموضوع ده متوقع انا هذاكر هو اللي هيجي يا جماعه الموضوع موضوع مفتوح اوبن مايندد
وحتى الموضوعات اللي جت كام سنه اللي فاتت دي يا مستر احمد كانت موضوعات تقليديه قوي وموضوعات حلوه قوي، يعني ازاي العمل، ازاي الكمبيوتر بيساعد في الحياه، ما فيش الكلام النمطي. ممكن يكرر منهم طبعا، ربما كل حاجه متاحه يعني المفروض الطالب يوظف الموضوع باسلوبه هو الخاص وما يعتمدش على الجمل الثابت اللي معظم المدرسين بيكتبوها. طول ما هو مش عايز يحفظ طول ما هو بيفكر في الجمل اللي هيكتبها هيبقى الموضوع بالنسبه له عادي جدا. ده من ضمن الاسئله كتير اللي جات لي على التليفون خلال الايام اللي فاتت. لو كتبت جملتين سلبي هاخد كام درجه وكام درجه؟ لا مفيش الكلام ده. فاحنا بنقول للطلبه كلها وظف بعض الجمل دي مع الباراجراف. جميل. تاني حاجه، في طلاب كتير سالتني السؤال ده 100 مره، يا مستر هو انا اكتب كام سطر؟ ما هو 120 words يعني 120 كلمه. هو عمره ما يعدوا كام كلمه بالظبط؟ انا اكتب باراجراف موضوع سليم يتغطى يغطى، ولازم اسيب سنتيمتر او 2 سنتيمترز من على الشمال في البدايه. لازم في البدايه. طب يا مستر اكتبوا كام باراجراف؟ كام باراجراف؟ هو اونلي 1 باراجراف، هو باراجراف واحد بس يا جماعه، باراجراف واحد. تسيب الهام مش قاسي، مش قاسي، مش مقال عشان تقسمه 2 باراجراف. طب يا مستر سيب سطر ولا سيب سطر؟ يا عم ما تسيبش سطر، بتكتب باراجراف براحتك براحتك. طيب احنا دلوقتي بمناسبه احنا بنتكلم في الباراجراف، المفروض دلوقتي كل الطلبه بتاعتنا ذاكرت المنهج مره واثنين وثلاثه ومع كل المدرسين بتوعهم، فهم عايزين يسمعوا بعض الحاجات، فاحنا هنقول يعني ناخد تعقيب منكم مثلا اهم الموضوعات اللي احنا نعمل عليها ستريس، بس ده ما يغنيش ان هو ممكن يجيب اي حاجه. احنا يعني بنقول ايه يعني دلوقتي كل الطلبه ذاكرت كل حاجه وكل المدرسين ادوا العديد من الموضوعات على مدار السنه. تمام تمام. ايه اللي احنا ممكن مثلا نعمل عليه ستريس في الفتره الاخيره؟ ممكن نتصور بعض الموضوعات، بس احنا بنقول الكلام ده يا جماعه مش لازم يجي، ممكن يجي او لا. عشان ما حدش يقول حتى ما نقولش بقى وقعنا في البتاع والمستر قال كده وما جاتش. لا احنا عمرنا احنا لسه مش لسه مدرسين ثلاث زمان. دي موضوعات على الكرنت ايفنت، احداث جاريه. هو انجلش ده المفروض او اي امتحان في اي حاجه يواكب الواقع. احنا الواقع احنا كاتبين كذا باراجراف، يعني كوفيد 19 اللي مأزمنا في كل حته ده في باراجراف عليه، اقراه كويس على الاقل تعرف الاجراءات الاحترازيه على الاقل. في باراجراف عن النايل وودر ده مهم قوي، الميه طبعا ده مهم جدا، مهم جدا باعتبار ازمه البريفنشن. بما انهم كلهم ذاكروا فعلا كوفيد 19 ممكن يجيبوا لك بشكل تاني بريفنشن از بيتر ذان كيور. ذان كيور ممكن يجي لك فعلا بريفنشن از بيتر ذان كيور، وغالبا مش هيجيب الجانب السلبي للموضوع. تمام. غالبا غالبا صح. ممكن يتكلم هيتكلم على الجانب المضيء، ممكن يتكلم على الديستنس ليرنينج، التعلم عن بعد. طبعا طبعا المستقبل للديستنس ليرنينج طبعا، المستقبل هو يعتبر احدى الاونلاين، اونلاين هو يعتبر احدى الحلول اللي احنا كلنا اعتمدنا عليها في الفتره الاخيره من كورونا، ديفلوبمنت اديوكيشن تطوير التعليم. تمام. بحيث ان احنا في في الفوكس دلوقتي دخل في الديستنس ليرنينج، فانت حتى تمام انت حتى لما تقرا تقرا الباراجرافات حتى لو ما جاش منها ده بيفيدك قوي في الفوكاب في المعاني، تعرف تترجم كلام ده يعني مش هتخسر. لكن هي دي مواضيع الساعه. جميل. مستر رمضان كلام ممكن يقول على الباراجراف؟ لا خلاص كفايه، مستر نبيل اللي غطى كل حاجه. مستر نبيل قال كل حاجه احنا عايزين نقولها. طيب ننتقل على النقطه اللي بعد كده، الترانزليشن، الترجمه. الترجمه يا جماعه الناس بتخاف جدا من الترجمه، يعني انا معلش يعني انا كانوا زمان يعلموني كده حتى وانا طالب كده زيكم، الترجمة دي سؤال مضمون قوي قوي لو انت دماغك مفتحة شوية. يعني دماغك مفتحة مش بقولك ان انت تبقى واحد مثلا تكتب اي حاجة، لا بالعكس، انت دماغك يبقى عندك ازاي اجيب كلمة بديلة، ازاي اجيب كلمة مكان كلمة. مش معقول انا ماشي طبعا، مش معقول مثلا ماشي مثلا ان انا ننشد السلام، يقولك انا عايز ننشد. طب هتجيب منين ننشد؟ ننشد طب انت لو انت قوي هات ننشد، مش مشكله. سيك مش عارفه بالعربي. سيك طب انت مش عارفه اصلا بالعربي. نريد. طب تقول ان انا نريد السلام، ان انا نحب، ان انا نشجع، ان انا ندعم، ان انا نحتاج. فالترجمه من رايي يا مستر احمد بالاضافه للكلمات المعلومات اللي احنا هنقراها دلوقتي مع بعض من رايي الخاص هي عايزه واحد عنده فلكسبيليتي قوي قوي. تمام. مرونه. بص كانوا زمان يقولوا لنا ترجم من عربي لعربي، حول من تخيل ترجم من عربي لعربي توصل للدرجه النهائيه. مش معقول مثلا ابقى ماسك مثلا ايه مثلا كاتب مثلا ايه الشعب المصري باسره، لو واحد بيقراها باثاره. طب انا عامل لك ايه في اللغه العربيه دي؟ يقول لك طب يعني ايه باسره؟ يا عم يعني كله، يعني جميعا. انت ما هوش كل حاجه حاده. فاول حاجه في الترجمه نبدا بالترجمه العربي. العربي انا اول حاجه في العربي لازم احدد الفاعل بتاعي السبجكت والفيرب والاوبجكت، فين الفاعل؟ فين الفعل؟ فين المفعول؟ وفين الكواليفاينج فريزز؟ بقيه الجمله دي مش مشكله معايا كتير قوي. فاعل فعل مفعول. بعد ما تحدد الفعل وفعل المفعول وانت بتترجم ابدا بقى الفاعل ثم الفعل ثم المفعول، ابدا بالفعل الاول ثم الفعل ثم الايه المفعول. مثال مثلا اهو، تحاول الحكومه الفلورا اللي قدامنا في بيج 5، يا ريت المخرج يجيب لنا بيج 5.
اهي تحاول الحكومه تشجيع الاستثمار بكل الطرق. حلوه جمله لذيذه ممكن تلاقيها في الامتحان الصبح. تحاول الحكومه، يبقى انا عندي الفعل تحاول، طب الفاعل الحكومه، طب ده المفعول وده بقى الجمله. هبدا بذا جوفرنمنت، اوعى تنسى بقى ترايز. ليه ترايز؟ عشان ده فعل مفرد، ماليش واحد بيكتب تراي. يبقى انا برضو خلي بالك من افعال المفرد في البريزنت، بنحط الايه الاس والاي اس والايه والاي اس. يبقى ذا جوفرنمنت ترايز تو انكرج، ان تشجع ذا انفستمنت باي اول مينز، باي اول ويز، مش لازم مينز يعني. ما هو خليك خلي عندك فلكسبيليتي. انا كاتب الكلمات الصعبه بحاول اقربها لاقرب معنى. ان انا ننشد السلام زي ما انا كتبت من شويه، كتبت مثلا وي وونت بيس، وي سيك بيس، وي نيد بيس، وي هوب بيس، وي انكرج، اي كلمه مش لازم انا سيك بالظبط يعني، ما انت هتقف. بحذف الكلمات الداله حروف العطف، ان كان من، دي كلها كلمات بتؤدي الازمنه بس بتفيد لزمن ولكن لا تؤثر. يعني مثلا محدش يقول لك طب ترجم لي ان الحكومه، يعني ايه ان الحكومه؟ ادي مثال مثلا، ان الشعب المصري باسره يرفض الارهاب والعنف وقتل الابرياء. طبعا دي من الجمل الحلوه قوي واللي احنا بنشوفها، ان الشعب المصري باسره يرفض الارهاب والعنف وقتل الابرياء. اما اجي اترجمها ده هو الايجيبشنز ريجكتس، يعني يرفض، ما افتكرتهاش، اكتب ريفيوزس، سوري ريجكت، اكتب ريفيوز عشان ده جمع. تيروريزم الارهاب، طبعا فايولنس العنف، اند كيلينج ذا انيسنت، وقتل الايه الابرياء. يبقى انا بجيب كلمه مكان كلمه. اما لا كلمه من اجل وبهدف وبغرض والكي وكذا، دي انا بترجمها يا اما تقول انفينيتيف يا اما فور وراها ناون او وراها فيرب بلس ايه اي ان جي. على سبيل المثال مثلا، يهدد الارهاب مصالح الشعوب لذا يجب محاربته في كل مكان. تيروريزم ثريتنز ذا بيبلز افيرز سو وي ماست فايت ات افري وير. يبقى ارجوكم المرونه في الترجمه. بلاش ان انا الكلمه المستر ما قالهاش، اصل المستر ما اديناش الكلمه دي، ما هو المستر مش هيديك القاموس كله، مش هيديك الانجليزي يعني. المستر تعب معاك وعمل مجهود. اي نعم، انتوا الجيل المقاوم، جيل الصعاب، الجيل اللي حظه يعني نتمنى ان يكون حظه جميل، بس يعني ربنا معاكم جميعا ان شاء الله. جميل. دي كده كان يعتبر ايه لمسات سريعه بالنسبه للاسئله العامه اللي هي يعتبر عندنا بالنسبه زي الديالوج، الكومبرهنشن، الباراجراف، الترانسليشن. هنرجع تاني بقى مع، يا ريت المخرج يجيب لنا اسئله القصه ونحاول. بس ممكن وارد يجي لك ايميل. طبعا يجي لك تو ايميل دكتور واحد منهم. دي من المواصفات طبعا، دي من مواصفات الامتحان، هو ما جاش قبل كده بس وارد. الايميل له مواصفات معانا، اول خطوه فروم مكاتو بقى السبجكت. ايوه لازم ترتبهم دول، مش تطلع بيها تلخبط بالفروم الاول ولا تو الاول، لا يا فروم تو سبجكت من الى الموضوع. تمام. هو بيجدد، هو بيديك الايميلات. تمام. بعد كده دير فلان وتكتب مقدمه، في انترودكتور، مقدمه ظريفه كده صغيره تخش في موضوعك. اكيد كل المدرسين مدربين الطلبه بتاعتهم على الايميل اكتر من مره على مدار السنه. التوقيع بيبقى في النص على الشمال مش على اليمين. دي حاجات لازم برضو الطلبه تعرفها. جميل. ندخل بقى في اسئله the most important critical thinking in the novel as a whole. نشوف المخرج كده يا ريت يجيب لنا اسئله القصه بيج نمبر 7. ونبدا مع مستر نبيل بكير، وزي ما متعودين مع بعض انا هلقي السؤال ومستر نبيل هيبدا يجاوب عليه ويحلله ويوضحه بالنسبه للطلبه ويربطه باحداث القصه as a whole. نشوف مع بعض كده بيج نمبر 7، الصفحه رقم 7، وكويستشن نمبر 1. مستر نبيل بيقول ايه؟ Why do you think Michael can't say that Rosendell isn't the real king؟ طبعا يا جماعه انا بالنسبه للستوري ان شاء الله ما بتقلقوش منها خالص، 7 درجات حطهم في جيبك. 4 جمل مالتيبل تشويس مضمونين جدا جدا جدا. وثلاث جمل وثلاث اسئله كريتيكال ثينكينج، بتختار اثنين، انا في رايي حل الثلاثه وهو يديك الدرجه الاكبر. عايز بس اقول حاجه بسرعه كده بالنسبه للكريتيكال ثينكينج، انت طالما فاهم الشابتر وقاريه كويس وفاهم الاحداث بتاعته ماشيه ازاي، انت اكتب الاوبينيون بتاعك. انت تديني اي لوجيكال ريزون، سبب منطقي، هتاخد الاجابه صح. عشان كده بقول لك ما تحفظش، لا افهم. يعني مثلا اول سؤال بيقول لنا Why do you think Michael can say that Rosendell isn't the real king؟ ده انا ممكن اقوله ب 100 شكل. ليه بتعتقد ان مايكل ما يقدرش يقول ان Rosendell مش هو الكينج الحقيقي؟ ممكن اقول اجابه مبسطه للطالب اللي على قده، ممكن اقول اجابه طويله للطالب اللي هو عنده قدرات وبصوا في زمن ياخد الدرجه النهائيه. Why do you think Michael can say that Rosendell isn't the real king؟ In my opinion, Michael can say that Rosendell isn't the real king because if he did so, people will ask him. لو عمل كده الناس هتساله where the right king is, then he should admit. لازم يعترف his guilt.
that he had kidnapped the king and killed the servant. دي الإجابة اللي هي المبسطة. تمام. فاهمني زي حضرتك؟ لكن ممكن هنقول برضه ممكن نقول إجابة ثانية يعني هنا why do you think Michael can't say that Rassendyll isn't the king؟ طبعا مايكل طبعا can't say that Rassendyll isn't the king because if he did so لو عمل الكلام ده he should admit his guilt that he had kidnapped the king and killed the servant. وبالتالي هنقول على مايكل has a crippled tongue كان عنده لسان مشلول ما قدرش يتكلم. طيب نشوف question number 2 بيقول لي what kind of a person do you think that Rudolf Rassendyll is؟ ده انت حر ابتدي فيه زي ما انت عايز. انت قول رايك انت. جميل. انا اقول رايي كما عجبكش ما تقولوش. احنا قلنا اي نوع اي نوع من الاشخاص تعتقد Rassendyll. انا in my opinion Rassendyll is a sort of person who's lazy. كسول. كسول. هو حر. Carefree. مكبر جمجمه. doesn't like مش بيحب responsibility brave man بيحبش مسؤوليات brave man تمام اه الراجل الراجل طبعا الراجل اصلا هزارته في ماني ما ساري بيحب ايز لايف الحياه سهله لكن انا ممكن اقول Rassendyll ار فرسيد Rassendyll is a very good man he managed to play the roles of the king very well مغامر adventurer مغامر انا حر اتكلم عنه امانه برنسبل على عنده مبادئ اه طبعا يعني حاجات كتير قوي هنجمع مقتطفات كتير من القصه ازاي فانت حلوتها في كده تمام question number 3 بيقول لي Rassendyll's position in society gave him opportunities do you agree and why ده انا اجري ونص كمان جميل نص Rassendyll's position in society مكانه Rassendyll في المجتمع gave him opportunities اعطته فرص دي اجري بتاع في راجل يا جماعه his brother روبرت Rassendyll was lord Burlesdon lord بتاع Burlesdon his sister in law مرات اخوه كاونتس روز ريتش فاميلي الراجل من هاي كلاس فاميلي الراجل جاي من ارستوكرات فاميلي يعني الراجل ما شاء الله عليه فاكيد هنا اكيد البوزيشن بتاع عيلته اداله فرص نمبر 1 يعني الطالب حتى اللي هو ضعيف جدا جدا لو قال الاجابه دي هياخد درجه نهائيه ايه الفرص ان هو هي واز اوفرد ا جود جوب اتعرض عليه وظيفه حلوه قوي تو ورك فور سير جاكوب بوردلا was going to become an ambassador in 6 months time ده شفت بقى مكانته في المجتمع خلته يبقى عنده واسطه يشتغل مع الـ مع الـ السفير مع السفير دي حاجه الحاجه الثانيه his position in society enabled him to receive a good education طبعا خلته يتمكن يتلقى تعليم كويس جدا German school German university طبعا his position in society enabled him to have a lot of skills يبقى عنده مهارات كتير ما هو معاه فلوس ممكن يضحك باي مركز يتضرر الراجل كان جود واز اجن a strong sword span deliver a trading horses مش كده وبس ده البوزيشن ان سوسايتي enabled him to move from place to place يتحرك من مكان لمكان to have fun يمتع نفسه فادته فرص كتير جدا جدا فانت قول اللي انت عايز تقوله في الجمله سهله القصه ان شاء الله تحققوا الفول مارك فيها ان شاء الله. جميل ننتقل لكويشن نمبر 4 بيقول لي if you were Rassendyll would you prefer to travel to Mauritania or to stay in England to do useful work and why؟ تمام انا حر برضه ما انا ممكن اقول اي او لا بس اديني اديني لوجيكال ريزون. if you were Rassendyll لو انت كنت Rassendyll would you prefer هتفضل to travel to Mauritania تسافر Mauritania or to stay او تقعد in England to do useful work؟ احنا بقى عشان شعب يعني احنا عشان طلبة نحبزه من الشغل اهم والكلام ده فهنقول طبعا تستين انجلت يعني الحاجة اللي تديك يعني عادته دخلت حلوة يعني انا if I were Rassendyll I would stay in England why to prepare myself for the new job عشان اجهز نفسي الوظيفة التانية لكن انا كنبيل بكير if I were Rassendyll I would travel to Mauritania عليك تو انجوي ده بس لما يلغوا الحظر ذا جريت اوكيجن يا جماعه بيبل فروم اول اوفر ذا وورلد اتند ات ما اروحش ليه تاني فانت قول انت قول اجابتك ايه انت حر بس اديني لوجيكال ريزون جميل مش كده سماك لوجيكال ثينكينج طيب ننتقل لكويشن نمبر 5 بيقول لي دو يو ثينك مايكل كان بي ليجالي ا كينج واي اند واي نوت سؤال اقسم بالله خطير تعب امتحانات Do you think Michael can be legal a king? تعتقد مايكل ممكن يبقى ملك شرعيا؟ Why not? For my money. اللي هي معناها in my opinion يعني. في رأيي أنا
طبعا في تو ريزونز نوت بريكنج اثنين نوت بريكنج which prevent بتمنع ديك which prevent مايكل فروم بيكومينج كينج نمبر 1 it is the right من حق of the elder brother الاخ الاكبر to become the king جميل وهو اليانجر ما ينفعش الحاجه الاخطر بقى الاخطر مامته مايكل ذا ماذر ام مايكل isn't a member of the royal family مش عضو من اسره الملكه وبالتالي he will never become king unless he marries princess Flavia من عامة الشعب صح طبعا سؤال مهم جدا 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 والله تمام جميل جدا مستر نبيل هننتقل لبيج نمبر 8 صفحه رقم 8 وننتقل لمستر رمضان التركي question number 6 بيقول ايه مستر رمضان why do you think Rassendyll went to the marshal هو ليه تعتقد بقى ان Rassendyll راح للمارشال طبعا استراكنش اللي هو وزير الدفاع بتاعهم الكبارة بتاعهم اللي بيحميه الاجابه ببساطه جدا جدا because he believed that he is the only one he can trust so he went to him to ask him to save Flavia from Michael and his men تكتب كده he believed that he is the only one he can trust هو الوحيد اللي ممكن يثق فيه جميل. هو اعتقاده ان هو ده ممكن احط ثقتي فيه يبقى انا هروح له ليه he asked him to save princess Flavia from Michael and his men اجابه بسيطه جدا he went to him to ask him to save Flavia from his men تمام جميل question number 7 بيقول لي which character is wiser in your opinion Fred's or Sept say why تمام هو بيقول which character اي شخصيه is wiser عاقل في رايي Fred's ولا Sept in my opinion both of them are wiser هما الاثنين عقلاء قوي because they played a good role to save the king ولكن الاعقل قوي بقى فيهم Sept يبقى انا لما اجي سؤال زي ده في الامتحان اقول Sept is wiser than Fred's ليه بقى why because he bought a witty plan حط خطه محكمه to save the king he bought a witty plan to replace Rod of Rassendyll instead of the king هو حط خطه محكمه ان يبدل ده مكان ده وممكن اقول برضو he played a good role to make Rod of Rassendyll to go to the capital and to be crowned هو لعب دور مهم جدا انه يوديه العاصمه ويلبسه كمان التاج ده بالنسبه للسؤال ده جميل ننتقل لكويشن نمبر 8 الاستاذ الافاضل طبعا لو اي حد له تعقيب ويزود ده كله فايده للطلبه لا حاجه ما اصل كريتيكال ثينكينج يا مستر محمد طبعا متعدد اجابات كتير اجابات كتيره فعادي كل اجابه بتضيف للطالب بتثقل مهمته احنا بننصح بس الطالب ان هو يبسط الاجابه بتاعته تمام ياخد الاجابه بسهوله خالص ويبسط اجابته عشان ياخد الدرجه وبعدين السؤال الكريتيكال بدرجه ونص انت بتحل سؤالين سؤالين بثلاثه تضمنهم ان شاء الله بسهوله ان شاء الله جميل لا انا بس اضيف حته صغيره لاولي هاو دو يو نو يعني ان هو وايزر يعني تمام هاو دو يو نو سبت كان وايزر ذان فريدز جيب اي موقف زي مثلا اي موقف ان 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 الخطه بتاعته انه المستر رمضان طبعا جاب موقف كتير لكن في موقفين مهمين جدا في القصه طبعا سبت ريلايت ذات Rassendyll واز ون اوف ذا بيلز دون الحاجه الثانيه سبت ريلايت ذات ذير وير ديفرنت بيرسونالز بتوين ذا كينج اوف روتينيا اند رود الفراسن طبعا هم الاثنين عايشين حياه مرفهه اوعى منه يعني لكن طبعا اللي قاله طبعا مستر رمضان طبعا اول اللي هو حط الكلام ده هو ده الكلام ده الاهم جميل ننتقل لكويشن نمبر 8 بيقول لي واي دو يو ثينك ذات Rassendyll كود جيت اوت اوف ذا سمر هاوس الايف تمام هو بيقول لي واي دو يو ثينك ليه تعتقد ان Rassendyll خرج من السمر هاوس طب احنا عندنا تو بليسز مهمين جدا في القصه ذا سمر هاوس ده طبعا اللي قابلته فيه انطونيو دي موبان وقالت له على خطه مايكل تو كيل ذا كينج اند كيل هيم وقتله كمان وانقذته والمكان الثاني ذا كانتري هاوس يا جماعه لو سمحتوا ذا كانتري هاوس ده اللي كان جنب القلعه اللي كانوا بينفذوا منه خطه الهجوم على القلعه المكانين دول مهمين جدا طب هو خرج ازاي بقى من السمر هاوس الايف نمبر 1 بيكوز انطونيو دي موبان هيلبد هيم اي جاب انطونيو دي موبان هيلبد هيم ادي واحد ساعدته اما قالت له اما تخرج دونت جو اوت فروم ذا جيت جو ان ذا جاردن اند يو ويل فايند ذا لادر جيت اون ذا لادر اند يو كان اسكيب ادي واحده نمبر 2 هو استخدم هي يوزد ذا ايرن ميتال تيبل ذا ايرن او ذا ميتال تيبل الترابيزه المعدن تو سيف هيم سيلف فروم مايكل زمين باليتس الرصاص بتاعهم يبقى انا عندي حاجتين يا اما اكتب الموقف ده يا اكتب الموقف ده انا لو انا مكان الطالب هقول اي ثينك Rassendyll could get out of the summer house alive when he used the top of the metal table to save himself from their bullets and could beat them and run away جميل
ماشي ننتقل لكويستشن نمبر 9 بيقول لي do you think Rassendyll was lucky to look exactly like the king of Ruritania? تمام زي مستر نبيل ما قال بالظبط اسئله متعدده واجابات متعدده هل تعتقد ان راسندل كان محظوظ ان يبقى شبه الملك بالظبط والله انا ممكن اقول يس وممكن اقول نو ممكن اقول نو هي وزنت لاكي بيكوز هي اكسبوزد هيم سيلف تو دينجر عرض نفسه للخطر انه يقبل يمثل دور الملك ده عرض نفسه للخطر ادي واحد ممكن اقول يس هي واز لاكي هي واز لاكي بيكوز هي كود بريتند تو بي ذا كينج هي كوز اكت لايك ذا كينج ان ذا كابيتال اند نو وان كود نو هيم الطالب البسيط قوي قول هي واز لاكي تو لوك اكزاكت لايك ذا كينج بيكوز هي وين او وين هي وينت تو روتانيا وين هي وينت تو ذا كابيتال نو وان كود ريكوجنايز هيم كان شبه الملك ومحدش ايه قدر يتعرف عليه تمام السؤال ده جميل برضه يا مستر مستر رمضان ممكن يجي بشكل تاني ويقول luck or chance played an important role in the story الحظ او الصدفه لعبوا دور مهم جدا في القصه طبعا سؤال مهم جدا جدا طبعًا. ده طبعا انت ممكن تقول حاجتين بسرعه كده الحاجه الاولانيه ان راسندل مت ذا كينج اون ذا سيم داي في نفس اليوم بتاع هي واز بويزند في نفس اليوم اللي هو اتسمم فيه عشان كده محظوظ الحاجه الثانيه ان روبرت شوز ذا سيم داي روبرت اختار نفس اليوم اللي راسندل تراي تو سيف ذا كينج تو كيل انتوني دو موبايل تو كيل انتوني دو الحاجتين بتوع لك اورتشانس دول مهمين جدا جدا طبعا اهم حاجه ان راسندل looked like the king انه كان شبه الملك دي كانت اللقطه اللي تجاوب لك على اسئله كتير في الامتحان راسندل looked like the king انه هو كان شبه الملك تمام جميل احسنت يا استاذ محمد ننتقل لكويستشن نمبر 10 بيقول لي what do you think might have happened if Sept and Fritz had been poisoned like the king what might ايه اللي ممكن كان حصل لو سابت وفريتز كان اتسمموا زي الملك بالظبط كانوا كلوا الكيك هم التانيين وكانوا ناموا وما كانوا صحوا الإجابة البسيطة جدا 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 if that happened مايكل would be the king مايكل would be the king مايكل كان هيبقى الايه هيبقى الملك الإجابة المنطقة مايكل would be the king للناس دي لو نامت او ممكن اقول ببساطة جدا جدا رودلف راسندل couldn't go to the capital and be crowned ممكن بطريقة تانية اقول ثابت couldn't put a plan ما كانش حط الخطة for راسندل to be the king اكتر من إجابة يا جماعة critical thinking دي يعني والله عيب قوي ان طالب يضيع فيها نص درجة اي طالب فاهم القصة عيب قوي عيب قوي انه يضيع فيها نص درجة عيب ثلاث درجات دول في جيبك جميل مستر رمضان ننتقل لمستر محمد منصور ونشوف مع بعض بيج نمبر 9 صفحة رقم 9 فضل مستر محمد question number 11 بيقول لي why do you think that Antoinette de Maupin helped Rassendyll تمام سؤال مهم جدا وانتوانيت من الشخصيات المهمة في القصة اللي كانت مؤثرة فهو هنا بيقول لي لماذا تعتقد ان انتوانيت ساعدت رودولف راسندل اعتقد ان في اجابتين تو انسرز الاجابه الاولانيه because she doesn't like to see ما بتحبش تشوف people being killed ما بتحبش تشوف الناس وهم بيتقتلوا دي واحده الحاجه الثانيه I think because she had a great argument اعتقد لانها كان في great argument with Duke Michael مع الدوك مايكل because she knew everything لانها عرفت كل شيء about his evil plans يبقى عرفت كل حاجه عن خططه الشريره والحاجه الثانيه ما بتحبش اصلا تشوف الناس وهم بيتقتلوا ابعد بقى عن الاجابات تقولي بيكوش از كايند لانها طيبه لا الكلام ده انت كده بعيد هو بيسالك كريتيكال ثينكينج هو بيسالك كريتيكال ثينكينج لكن مش تروح لحته الحنان يعني احنا عارفين هي معروفه بهير امبيشن اند ويلز بثروتها بثروتها طبعا وطموحها لكن مش بثروتها وصحتها يعني عشان ده مختلف عندها نمبر 12 السؤال رقم 12 Okay. Question number 12 بيقول لي Why do you think that Rassendyll says that a pretending king's life is harder than a real king's? سؤال برضو مهم جدا لماذا تعتقد ان راسندل لماذا تعتقد ان راسندل بيقول ان حياة الملك المتظاهر اصعب من حياة الملك الحقيقي طبعا هقول Firstly في البداية I think because Rodolf Rassendyll was a lazy person في البداية اعتقد لانه هو كان اصلا راجل كسول He doesn't like action ما بيحبش الحركة Now he has a lot of responsibilities أصبح عنده كثير من المسؤوليات Number one He had to run the country بقى لازم يدير الدولة Number two He had to hold meetings كان لازم يعقد اجتماعات مع الناس الأهم بقى من ده كله The most important thing That he had a great job لديه وظيفة كبيرة جدا To pretend that he is the real king إنه يتظاهر بإنه الملك الحقيقي يبقى عنده مهمة إنه بيتظاهر بيكذب قدام الناس الحاجة الثانية بقى بيقوم بدور الملك ساين دوكيمنتس بيوقع الوثائق وكمان ان هو بيدير شؤون الدولة فاعتقد ديت كانت الصعوبة
في جميل. الموضوع ده. نشوف مع بعض question number 13 بيقول do you think it was a good idea for Rassendale to give due care to the poor and why? Yes, I think so. طبعا خلي بالك ان انت في اسئله الكريتيكال لما بيجيب لك سؤال بي دو يو ثينك جاوب طبعا بيس اور نو الاول عشان تعبر عن رايك وانت حر، يا تقول يس يا تقول نو، بس طبعا لازم تديني ريزونبل انسر اجابه معقوله بعدها. فبيقول لي هل تعتقد انها فكره جيده لراسندل ان يعطي ديو كير اهتمام كبير للفقراء؟ طبعا راسندل واز ان انتليجنت مان، كان راجل ذكي جدا. هي جيف ديو كير تو ذا بور، اعطى اهتمام كبير للفقراء because he wanted their support، لانه كان عايز الاهتمام الدعم بتاعهم. because he wanted if there was a war or a fight with Duke Michael he wanted them to be by his side، ان هم يبقوا بجواره، ان هم ينحازوا اليه. so راسندل try to be a real king، قرر انه يبقى ملك حقيقي. يبقى الاجابه بتاعتنا بشكل مختصر هل تعتقد انها فكره جيده؟ yes I think so. ليه؟ because راسندل wanted to gain their support، كان عايز يكسب الدعم بتاعهم. جميل. question number 14 بيقول لي why do you think that راسندل wants to tell princess Flavia that he is not the real king؟ طبعا كلنا عارفين ان رودولف راسندل كان عايز يقول للبرنسيس فليفيا الاميره فليفيا ان هو ليس الملك الحقيقي. طبعا ونفتكر مين اللي منعه؟ سابت. ستوب ديم، سابت هو اللي منعه. طب ليه يا ترى راسندل كان عايز يحكي لها؟ هنقول طبعا ممكن نقول اجابات بسيطه كده because she is a kind woman، لانها كانت امراه كايند طيبه جدا وهي كانت من العيال المالكه. because he wanted، لان هو اراد her to know، كان عايزها تعرف everything about her future husband، كل شيء عن زوجها المستقبلي. الإجابة الأهم واللي ممكن تكتفي بها because he thought that it wasn't fair for her or for the people of Lusitania to be the king، لأنه اعتقد it wasn't fair، ليس عدلا for her ليها ولا الشعب لوريتانيا to stay as the king، إنه يفضل الملك. جميل. question number 15 what do you think Rassendale might have done if Johan had refused to work as a spy؟ سؤال عالي جدا وإجابته ما اتقالتش في القصة. ده بقى أسئلة كريتيكال اللي انت فعلا لازم تشغل دماغك فيها. لماذا تعتقد ان رودولف كان ممكن يعمل لو يوهان رفض انه يساعد او يعمل دور الجاسوس؟ كلنا عارفين ان رودولف راسندل قال ان فيه طريقتين to save the king، لانقاذ الملك. اول واحدة قال if there was a miracle، لو في معجزة. تاني حاجة قال if one of Michael's men، لو واحد من رجال مايكل betrayed him، قام بخيانته. دلوقتي احنا الشخص الوحيد اللي ممكن يجيب لنا الاخبار ويخونه ويبقى جاسوس هو مين؟ هو يوهان. طب لو يوهان رفض، ممكن اقول I think he might search for another one، ربما يبحث عن رجل اخر. دي واحده بس دي فيها مشكله، بس تنفع. ايوه بس فيها مشكله. تنفع ماشي انا معاك، بس والله انا بقول اللوجيكال اللوجيكال مش هيلاقي. تمام. ممكن اقول I think he would تراب يوهان، اعتقد انه لازم يحبس يوهان because يوهان knew their plan، عرف خطتهم. and he would tell Michael، ده لو هو رفض. تمام. ممكن اقول كمان حاجه I think he would risk his life to save the king himself، اعتقد انه ممكن يروح يخاطر بحياته عشان ينقذ الملك، لان احنا عرفنا ان راسندل was a man of principles، كان رجل ذو مبادئ. يبقى ممكن يدور على حد تاني. he would search for another one to help him. الحاجه الثانيه he would trap يوهان، لازم يحبس يوهان والا هيفشي الاسرار كلها. الحاجه الثالثه طبعا ان هو هي وود ريسك هيم سيلف، يضحي بحياته او ليه تو سيف ذا كينج، لانقاذ الملك. تمام. السؤال نمبر 16. اوكي نمبر 16 ننتقل لمستر نبيل بكير ونشوف نمبر 16 بيقول ايه. Do you agree that Robert was a man of no principles and why؟ ده الراجل يعني بصراحه مش عايز اقولها كده ماشي. بلادي نو برنسبلز، يعني ما عندوش مبادئ. ما عندوش اي مبادئ في الحياه اصلا. جميل. بقولك واطي. ده راجل بجد انا بكرهه اصلا. Do you agree؟ سؤال مهم على فكره جدا جدا والله العظيم. Do you agree that Robert ده was a man of no principles، راجل ما عندوش مبادئ؟ Why؟ يا جماعه ده حاجات كتير جدا جدا جدا. الاجابه الاول هو yes I agree، هتاخد نص درجه على طول. جميل. Why بقى؟ For many reasons. Number one, he betrayed his master Duke Michael. خان سيده واللي بأكله عيش اللي هو Duke Michael. ولي نعمته. He asked Rassendel، طلب من Rassendel to attack the castle of Zenda. يهاجم قلعة Zenda bravely provided that. بشرط ايه؟ ان the king Michael سبت and the Freds
must all die. This would leave two persons alive. ده هيسيب التين عايشين أكاد الحياة. Racine will become the king of forever. روبرت and thou will take a reward. And ايه هي الريورد دي؟ To take Michael's position. To take Michael's properties. ياخد كل ممتلكات واخد مكان يبقى الديوك بتاع ستريتساو. مش كده وبس. ده الراجل يا جماعة killed the Duke Michael at the end of the story. ده قتل ديوك مايكل. الراجل ده worked for himself only, بيشتغل لنفسه بس. He had no principles. جميل. ننتقل لكويشن نمبر 17. بيقول لي why do you think that Sept knew the king was in the castle of Zenda؟ سؤال برضو جامد جدا والله. مش بالصدفه ان كانت اسئله جامده عليا. لا والله هو بيقول انا ليه بتعتقد ان سابت عرف ان الكينج موجود في قلعه زندا. هو في عده اسباب كتير. نمبر 1 في ثلاث اسباب. نمبر 1 ان في 3 اوف ديوك مايكل زمان كانت مرجات مايكل وير اولويز ات ذا كاسل اوف زندا دايما في قلعه زندا اللي هم مين؟ لون جرام كرافستاين اند روبرت تنزاو اللي هم يعتبروا ذا 3 بيجست كريمنالز اكبر ثلاث مجرمين ان روتينيا. ده السبب الاولاني. السبب الثاني مهم جدا 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 ان ذا درو بريدج الدرو بريدج واز ايرلي اوسكيبت اب تقريبا دايما مرفوع وده ذيس از نوت نورمال ده مش طبيعي. معنى الكلام ده ان فيه خطه. جميل. الحاجه الثالثه نوبادي واز الاود تو انتر ذا كاسل اوف زندا. ما حدش مسموح يخش قلعه زندا وزوت بيرميشن بدون بيرميشن خليف روبرت انزاو اور ديوك مايكل. سؤال مهم جدا جدا يا جماعه والله. طيب شوف مع بعض كويشن نمبر 18. Do you think that Michael put a witty plan to kill the king if they attack the castle secretly and how؟ لا نهار ابيض على السؤال ده. عايز بقى طالب عنده ابيليتيز في التعبير وقدرات في الكتابه يعني. سؤال حلو قوي. هل تعتقد ان مايكل حط witty plan؟ witty plan يا جماعه دي خطه ذكيه. هتفكر witty خطه مبلله ولا حاجه. witty plan خطه ذكيه to kill the king. If they attack the castle secretly, how? هجوم سري. هذا عايز اشرح طويل شويه بس هنلمها لكم عشان الطلبه اللي ما عندهاش قدرات ولا بتاع الكلام ده. نبيل ممكن قبل ما نجاوب السؤال ده الطلبه بتوعنا دايما بيسالوا هل ممكن يجيب لي كلمه غامضه في سؤال القصه؟ يعني في الاسئله بتاعت الكريتيكال يجيب لي كلمه انا مش عارف معناها. تمام مستر وارد. ممكن نديهم بقى شويه كلمات كده مع بعض زي مثلا كلمه bloody person. بقى بلاد بيرسون لو شخص مثلا دموي دموي سلاي سلاي ماكر دجر كانينج كانينج برضو كانينج يعني لعيم خبيث كريجس كريجس دجر اللي هو مراوغ. تمام ويتي ويتي ذكي. تمام ممكن كمان يجيب لي كلمات زي دي وارد جدا. فانت ما تتعلقش على الاسئله السهل قوي. انت ممكن يجي لك كلمه من الكلمات دي فانت ما تتخضش عادي. تتخضش لو هي جايبه نفس الكلام اللي احنا بنقوله يعني. اشتغل عليها اشتغل عليها. تمام ده ملحوظه كويسه جدا جدا. تمام ماشي اتفضل كده. فسؤالين اقول بقى do you think that Michael put a witty plan حط خطه ذكيه عشان يقتل الكينج وهو نجاوب الاجابه طبعا حسب ما قاله يوهان حكى القصه الراسل طبعا. ديوك مايكل زمان وير تولد اخبره ذات اف ذا فيرست روم لو الحجره الاولانيه طبعا وذا تاجد هجمت عن طريق اسمول نمبر اوف بيبول اللي هم سابتو فريدز وراسن الشله دي يعني. اند واز اباوت تو بي اندر كنترول بقت تحت سيطره واز اباوت تو بي تيكن هتاخد خلاص ديتشارد وود موف هتحرك ديتشارد اند كيل ذا كينج ان ذا سكند روم ذن ذا كينجز بادي والبيبول هتحط انسايد ذا لارج ستون بايب. وطبعا الويت بتاع التقل بتاع التشين وتكيب ذا بادي اندر وودر بس دي كانت الفيرست وهي سيكند. جميل. شوف كده مع مستر رمضان التركي كويشن نمبر 19. واي دو يو ثينك يوهان اجريد تو هيلب راسندل؟ هي اجريد تو هيلب راسندل بيكوز هي didn't like مايكل بيكوز هي didn't like مايكل. جميل. اند هي از ا ويك كاركتر هو شخصيه ضعيفه ووافق يساعده عشان هو ما بيحبش مايكل. اجابه بسيطه كده ومختصره. جميل. طيب كويشن نمبر 20 بيقول راسندل hadn't been lazy all his life do you agree or not؟ هنا بقى السؤال ده له اجابتين. لو انا اقول اي اجري ذات هي واز a lazy person because he is 29 years old and he didn't want to do anything useful in life. ممكن اقول اي دونت اجري انا مش موافق because he studied and learned hard at a German school and German university. وبعدين هي كود سبيك 5 لانجويجز بيتكلم خمس لغات منهم الالماني كلغه نيتف طبعا انجلش فرنش ايطاليان سبانيش اند جيرمان واخر حاجه طبعا هي از ا سترونج سوردز مان هي از جود ات رايدنج هورسز اند هي از جود ات
جود وزجن. جميل، ننتقل لمستر محمد منصور ونشوف مع بعض بيج نمبر 11 صفحه رقم 11 question number 21 بيقول why do you think that Rassendyll wasn't as sick as the king. تمام، من غير ما نتكلم كتير، لماذا تعتقد ان راسندل لم يكن مريضا مثل الملك؟ because he ate only one cake، لانه اكل فقط كعكه واحده فقط لا غير. ما تكلمش اكتر من كده وتاخد الاجابه كامله. جميل. question number 22 was Rassendyll right to ride through the old town why and why not؟ يا هقول yes يا هقول no. لو قلت yes Yes, because he wanted to gain the support of the poor. نعم، لأنه أراد أن يكسب التعاطف أو الدعم بتاع الفقراء. أو to make them لكي يجعلهم think يعتقدوا أن their king trust them، أن الملك بتاعهم بيثق فيهم. لو عايز حضرتك تقول no، هقول طبعا no because the poor people supported Michael. الناس الفقراء كانوا بيدعموا مايكل and that would be great danger. وهيبقى ربما يكون في خطر كبير عليه في المكان ده. جميل. question number 23 and the last one بيقول لي what do you think of the message all is well؟ ما معنى رسالة كله تمام؟ وطبعا ما ننساش ان الجملة دي اتقالت في الفورك في مفترق الطرق ما بين ماكس هولف اخو يوهان وما بين الدوك مايكل. ما معنى كلمة all is well؟ كان ليها حاجتين، ان the king was kidnapped، الملك تم اختطافه، and his servant was killed، وان الخادم بتاعه قتل. ممكن اقول كمان the king was kidnapped and taken to the castle of Zinda وتم اصطحابه الى قلعه زندا. جميل. في نهايه الاسئله الجميله اللي احنا مجمعينها مع بعض دي لطلابنا الاعزاء، انا عايز رسائل سريعه طمانه للطلبه اللي قاعده بتذاكر في البيت، كل واحد في نص دقيقه. تمام، اتفضل يا استاذ محمد. طبعا نقول لاولادنا انتوا قدر لكم ان انتوا بتمتحنوا في الظروف الاستثنائيه دي، بس ربنا سبحانه وتعالى ما بيضيعش تعب اي حد خالص، وان شاء الله ان شاء الله الامتحان بتاع بكره هيجي امتحان كويس جدا، هيكون ان شاء الله امتحان مباشر. حتى لو قابلك نقطة أو اتنين فيهم أفكار سيبهم للآخر وخد وقتك وركز واستعين بالله، وخد بالك إن مستقبلك مش هيبقى واقف على كلية معينة. أنت درجة الإنجليزي مهمة جدا في الامتحان بتاعك، لكن الكلية بتاعتك اللي أنت تدخلها مش نهاية المطاف، أنت ممكن تنجح في أي مجال. فأنت شيل التوتر من على نفسك، خليك هادي قوي، هدوءك هو نص درجتك في الامتحان. أوصيكم بالهدوء دايما في الامتحان وربنا يوفقكم. مستر رمضان تركي، تحب تقول ايه للطلبه بتاعتك قبل الامتحان؟ اضافه للاستاذ محمد، طبعا الكلام اضافه، هو كلامه زي ما قال بالظبط كده. هنضيف بقى حاجه تانية كمان، الورك بوك ارجوكم، البراكتس تيست الخمسه براكتس تيست، لان السادس اتلغى 1A 1B لحد 5، لو سمحتوا حلهم كويس وركز فيهم كويس جدا، وبالذات في الاختياري. تمام، وفي النوفل كل المدرسين حلهم اكتر من مره على مدار السنه. تمام، هو بس يعيدهم. وطبعا مستر محمد قال الكلام الشافي الوافي، الهدوء الهدوء الهدوء. مستر نبيل بكير الملقب بجنرال اللغه الانجليزيه، تحب تقول لطلابك قبل الامتحان؟ طلابي الاعزاء اللي انا بعشقهم جدا وسحلوني في اليومين اللي فاتوا دول في الاسئله وهيكملوا سحله النهارده، اقول لك كلمه واحده بس، منب استرجل بس. جميل، مش ربنا يلا دي الجمله اللي هنقفل بيها الحلقه. تمام. اعزائي طلبه وطلابات الثانويه العامه، اتمنى لكم امتحان ان شاء الله سهل، والدنيا كلها تبقى بسيطه، والامتحانات كلها ان شاء الله تبقى بسيطه، واستنونا بعد نص ساعه في حلقه كمان.